أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة العراقية الإخبارية، القناة العراقية الرياضية، ورحب بكم أجمل ترحيب، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي اليوم سبورت توداي. منتخبنا الأولمبي اليوم خسر مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف لهدف في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، والنتيجة جاءت مطابقة لكثير من التوقعات التي ذهبت إلى أن منتخبنا أمام فرصة ضعيفة لتحقيق الفوز أمام المنتخب الأرجنتيني، باعتبار أن الفوارق الفنية والبدنية عالية وكبيرة، وهذا من ضمن حسابات كرة القدم المنطقية اللي دائما تأتي أحيانا حساباتها متطابقة مع الحقل والبيدر كما يقال، وباعتبار أن هذه الفوارق لم تأتي من فراغ، أتت بسبب الاحتراف، بسبب البناء، بسبب التأسيس، بسبب التطور، بسبب الأندية، الكثير من التفاصيل اللي تعنى بها كرة القدم في العالم، ولا يمكن لكرة القدم العراقية اللحاق بهذا التطور بعد يعني حقيقة حقبة من التأخر، حقبة من التخلف على صعيد البناء، على صعيد الملاعب، على صعيد البنى التحتية، الكثير من التفاصيل التي تعنى باللاعب العراقي. بالتالي النتيجة أعتقد جاءت مطابقة للكثير من التوقعات، واليوم حقيقة سمعنا الكثير من المبالغة في مسألة أن الخسارة كأنها جاءت ضربة قاصمة للمنتخب الأولمبي، أو أن حظوظه أصبحت ضعيفة. ما تزال الحظوظ موجودة، ما تزال أمامنا فرصة أخيرة أمام المنتخب المغربي، إذا ما حققنا الفوز سنتأهل إلى الدور التالي، بالرغم أيضا من صعوبة المنافس المنتخب المغربي اللي اليوم خسر مباراته أمام المنتخب الأوكراني، اللي ذهب الكثيرين إلى أن المنتخب الأوكراني هو أضعف منتخبات المجموعة، بالتالي كان يعتقد بأن فوز المنتخب المغربي على منافسه الأوكراني مسألة وقت أو أنه أمرا مفروغا منه، لكن جاءت نتيجة مباراة مخالفة للتوقعات وخسر المنتخب المغربي، بالرغم من أن المنتخب الأوكراني اللي خسر مباراته أمام منتخبنا الأولمبي بهدفين لهدف لعب منقوصا للاعب بعد حالة الطرد اللي تعرض لها في الشوط الثاني، لكن هذا المنتخب أثبت علو كعبه وحضوره في الأولمبياد وتمكن من الفوز على المنتخب المغربي. راح نتحدث عن بعض التفاصيل اللي تعنى بمباراة منتخبنا أمام الأرجنتين، منتخبنا الأولمبي، أسباب الخسارة، التطرق إلى الكثير من التفاصيل الفنية والبدنية اللي وقع فيها منتخبنا الأولمبي وعجلت من هذه الخسارة بثلاثة أهداف لهدف، مع ضيوف الأكارم في هذه الحلقة محلل قنوات شبكة الإعلام العراقي الكابتن خلف كريم. مساء الخير. مساء الورد عليك وعلى الأخوة المشاهدين، وتحياتي إلى أبو طيبة العزيز. أشكرك، الله يعزك. الزميل الإعلامي الأستاذ محمد خلف، مساء الخير. مساء الخير وعليك وعلى كل الجماهير، وسعيد اليوم بتواجد أستاذ خلف. طبعا نقول لكم هارد لك، بس هي نتيجة طبيعية، وكرة طبيعية القدم جداً. نتائجها يعني يجب أن نكون نتمتع بهذه الروح الرياضية، فوز وتعادل وخسارة أمر طبيعي، خصوصا إذا الفوارق كبير. لا لا، هذه هي كرة قدم، يعني اللي فهم كرة قدم هي كرة قدم أنه فيها فوز فيها خسارة فيها تعادل، اللي يفوز نقول له طيب مبروك، والخسران هارد لك. خليني أرحب بضيوفي أيضا عبر سكايب من كندا، الكابتن أركان نجيب. مساء الخير. مساء الورد أستاذ حسن، تحياتي لك وإلى الضيوف الكرام كابتن خلف كريم والإعلامي أستاذ محمد خلف. أيضا ينضم معنا من حل القنوات شبكة الإعلام العراقي الكابتن ميثم عادل. مساء الخير. خير أستاذ حسن، عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل من يتابعنا، وهارد لك للجميع. حياكم الله سادتي ضيوف الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سبورت توداي، أيضا أحيي من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا الأكارم. أعود إلى مسألة الفروقات الفنية والبدنية ومنطق كرة القدم، علم كرة القدم اللي دائما يعتمد التخطيط، يعتمد اليوم يتحدثون عن أن كرة القدم أصبح السوق للمال، تسويق اللاعبين، الاحتراف على أعلى مستوى. اليوم لعبنا مع منتخب معظم لاعبيه محترفين في خيرة الأندية الأوروبية، في أندية إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا،
ولاعبين قدموا من أندية يا دوب ممشين الحال يقدرون يمشون الموسم الكروي. فالنتيجة أعتقد مطابقة للكثير من التوقعات، بخلاف الكثيرين اللي يذهبون إلى أن المباراة شكلت فالضربة قاصمة للمنتخب الأولمبي أو للكرة العراقية. نعم تفضل كابتن حسن. أول شيء أنا أقول المنطق فرض نفسه في هذه المباراة. نعم. مثل ما أنت تفضلت، أكو كثير من الأمور يمكن موجودة عند المنتخب الأرجنتيني بس هي غايبة عن الكرة العراقية وعن منتخب العراق. نعم. اللي يفكر بالسطحية أحيانا عامة الناس، نعم، جماهير يفكرون بالسطحية أنه إحنا مثل ما فزنا على الفريق الأوكراني بإمكاننا أن نفوز على الفريق الأرجنتيني. والمشكلة وين كانت؟ المشكلة أنا بالأمس حذرت منعتها. نعم. كثير من اللاعبين يمكن احتفلوا مبكرا. نعم. بما انه فزنا على اوكرانيا، ترى احنا باكر راح طلع هذا الكلام. نعم. غدا احنا بامكاننا ان نفوز على الارجنتين. قلت هذه مبالغه، هو الطموح مشروع، الطموح ما يخالف. نعم. على عيني وعلى راسي. يمكن انا قلت لو انا كنت مكان كشخص مسؤول. نعم. بالوفد. نعم. ما اسمح لاي لاعب الاي داري حتى رئيس وفد. نعم. ان يصرح يقول احنا باكر راح نفوز على الفريق الارجنتيني. نعم. هذا الكلام هذا انت لا تعطي حافز للفريق الارجنتيني. بصراحه نقطه نظام انا ما سمعت يعني لا من اللاعب ولا من الاداره قال لا يمكن قسم من الاحتفالات كانت تحدثوا عن طبيعه المنافسه انه احنا راح نكون حاضرين جاهزين للمباراه، بس ما سمعت واحد قال انه احنا راح نفوز على على كل حال ان شاء الله. المهم احنا ما نريد نعطي حافز للفريق الارجنتيني. الفريق الارجنتيني بنوا احتمالات يعني يمكن مسكرانا أول مقولة إلي. نعم. من حلل المجموعة قال أضعف الفريق هو أضعف فرق المجموعة هو الفريق العراقي. نعم. من حقه. أوكي هذا من حقه. نعم. الآن حتى إحنا ما نكون منكون سطحيين إلى أبعد الحدود. نعم. خلينا نفكر بواقعية. الواقعية تقول دولة الأرجنتين. نعم. بطل كأس العالم. نعم. وكوبا أمريكان نسختين الأخيرة وفريق تسلسل على فيفا، ودول اللاعبين معظمهم يلعبون في الدوري الايطالي وفي الدوري الاسباني، وقسم من عندهم يلعبون بالدوري الارجنتيني. يعني انت تتفق ان الخساره منطقيه؟ انا اقول جدا منطقي. طيب استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ حسن، شوف هو هذا منطق كره القدم دائما انه الجوده والنوعيه، وايضا شوف مرات الاسم. اليوم الدافعيه هي بالدرجه الاساسيه اللي حسمت المباراه. نعم. الدافعية لدى المنتخب العراقي ولدى المنتخب الأرجنتيني مختلفة اليوم، بالذات الفريق الأرجنتيني جاي من خسارة. نعم. في أول مباراة مع المغرب. نعم. لهذا مباراة اليوم هي مباراة وجود. نعم. يعني لا يمكن أنه مسألة الأرجنتين اللي هو ذهبيتين. نعم. أولمبياد بال 2004 وال 2008. نعم. هو بطل كأس العالم، هو بلد ميسي، كوبا أمريكا، كوبا أمريكا، فريق يعني بمستوى إمكانيات عالية. فقلت لك دافعيته كانت أعلى من الفريق العراقي. الفريق العراقي اليوم من الأمور الجيدة أنا وياك من البداية في أخطاء، في رهبة المباراة. نعم. في اندفاع، أنت شوف اندفاع الفريق الأرجنتيني من أول خمس دقائق إلى عشرة يولد أخطاء. هذا يضغط. نعم. يعني ضغط يعني متقدم جدا. نعم. بأربع أو بخمس لاعبين. نعم. فهذا أربك الفريق العراقي، عرضهم إلى الأخطاء. لكن من الجيد للمنتخب العراقي عودته. نعم. عودته يعني مع نهاية الشوط عودته بتسجيل هدف، وهدف من أروع ما يكون. انطى الثقة للاعبين. أنا كنت أتمنى أن الشوط الثاني بالذات الربع ساعة الأولى. نعم. نمشي بهذا الثبات. لكن شوف هذا الأرجنتين أول البارحة مع خسارتهم مع المغرب بيان جدا قوي باتجاه الفيفا. نعم. الاتحاد الارجنتيني. نعم. انه انتم قتلتونا وانتم تدري هذا ياثر تاثير كبير طبعاً. اليوم الحكم انا. نعم. ما ادخل بتفاصيل. نعم. الحكم اليوم شوف تاثير الدكه المدرب الارجنتيني، وشوف تاثيرهم عليه، شوف حتى حالات. نعم. الركل للاعب العراقي ما اتلاقى انه بحزم من عنده في الوقت اللي احنا مع بدايه الشوط الثاني. انت لاحظ. نعم. كارت الى زيد تحسين وكارت الى مصطفى سعدون. انت تعرف هذه الكارتات في هذه المباراه. نعم. الحاسمه راح تحد من كثير من اندفاع اللاعب. فانا اشوفها. نعم. منطقية. يعني منطقيه جدا. نعم. وعندنا فرصة الآن كل الفرق متساوية. أنت ذكرت الفريق الأوكراني. نعم. اللي الجميع. نعم. قالوا أنه أضعف فرق جمع.
ربما يقلب الموازنة صح كلها الآن صح ممكن صح هو يكون طيب الأول والعراق ثاني. طيب أركان أكيد تابعنا جميعا التعليقات المنشورات اللي حاولت النيل يعني سرعان ما انقلبت البوصلة يحاولون النيل من المدرب يحاولون النيل من اللاعبين بالرغم من أنه ما تزال لدينا فرصة. هل فعلا يعني هذه الافتراضات بأنه لو أشرك فلان وما مطلع فلان ومنزل فلان ممكن أن تتغير النتيجة مع كل هذه الفوارق اللي نتحدث عنها الفنية والبدنية مع منتخب الأرجنتين؟ فضل. لا بالتأكيد احنا اكيد نتفق انه المنافس هذه المرة مختلف في كل شيء، مختلف بتاريخه، مختلف الصوت في كواليتي اللاعبين. معوني الصوت هنا بالاستوديو؟ نعم انا اسمعك استاذ حسن. تفضل كابتن تفضل. نعم سمعتني من البداية؟ اسمعك اي واضح. نعم اعتقد يعني متفقين كنا يعني كمحللين والاخوان وحضرتك وكل الناس المختصة بكرة القدم ما قبل الأولمبياد وقبل مباراة اليوم أنه الفوارق موجودة بشكل كبير. ممكن فوزنا على المنتخب الأوكراني أعطى نشوة فوز من نوع آخر، أتفق مع الكابتن خلط أنه ذهبت يعني روحية بعض اللاعبين الإداريين المسؤولين أنه إحنا نقدر أنه نغلب أي فريق بعد فوزنا على المنتخب الأوكراني، وهذا في كرة القدم صعب نوعا ما إذا ما تقيس نوعية المنافس وقيمته وما يطمح إلى في المباراة. منتخب الأرجنتيني دخل عليك منتخب يريد حياة أو موت، يريد يحصل نقاط المباراة بأي شكل من الأشكال. لعب بقوة، لعب بتركيز عالي، بتشكيل صحيح، لعب بتركيز رغم أنه فايز واستمر بنفس أسلوبه ونفس ضغطه، وكان واضح من خلال التبديلات المبكرة بالشوط الثاني أنه المدرب يعني ما راح يوقف عند هذا الحد من الضغط اللي ولده بالمباراة. أكيد نتفق أنه الفرصة لازالت موجودة، نتفق أنه يعني اللاعبين بما نملك من لاعبين قدموا الشيء اللي يقدرون يقدموه أمام هذه الخبرة الكبيرة، لكن إحنا لا ننكر أنه هناك أخطاء صارت، لا ننكر الأخطاء اللي صارت بالشوط الأوام أمام المنتخب الأوكراني استمرت في وسط الملعب في قلبي الدفاع، عملية بناء اللعب استمرت منقوصة نوعا ما. إذا تذكر قبل يومين قلت لي شنو تنصح امام الارجنتين حتى يعني نقدر نبين بالمباراة، قلت لك اذا ما يكون عندنا لاعبين وسط على مستوى عالي يقدرون يخرجون الكره راح نتعب بالمباراة. نعم وهذا ما حصل. احنا اليوم زدنا اللاعبين اللي ما عندهم الامكانيه، زدنا نهاد وزدنا بايش اللي ما عندهم امكانيه انه يطلعون بالكره ويريحونه، وخسرنا في نفس الوقت علي جاسم اللاعب خلف المهاجمين دوره يختلف نهائيا عن ما يلعب بالأطراف، وبالتالي أعتقد اليوم حملنا عبء كبير في عملية نقل الكرة في عملية البناء. نعم في أوقات محددة أنا من الأشخاص حتى في نهاية الشوط الأول قلت قدمنا شوط قوي، حاولنا يعني باللياقة البدنية حاولنا بجهد بعض اللاعبين أن نخرج به، لكن أنا كنت متوقع أنه الشوط الثاني ما راح تسعفنا هاي الأمور، لأن القوة البدنية لدى الكرة اللاتينية لدى الكرة أمريكا الجنوبية الأرجنتين تحديدا من الصعب أن يقاومها نهاد وبايش وعلي جاسم ويوسف الأمين وكل الأسماء مع احتراماتي إلها. بالتالي أعتقد أنه الفرصة مواتية، أتفق مع الأخوان تسجيلنا هدف مع الأرجنتين يعني مقاومتنا لهم بالشوط الأول يحسب لنا كفريق، لكن ما باليد حيل الكادر الفني. طيب لازم اكو شغله مهمه استاذ حسن اسمح لي ب 30 ثانيه. اي الجمهور اللي يحكي باساءه هذول ما اعتبرهم جمهور، هذول اعتبرهم اي مسمى ثاني، لكن الجمهور اللي ينتقد باحترام وتقدير، الجمهور اللي ينتقد اختيارات الكابتن فقط، ترى الجمهور هذا اللي يحكي احنا ما نباوع عليه انا وانت والكبار. نعم نباوع على الجمهور اللي يحكي انه هناك من البدايه عمليه انتقاء قد تكون منقوصة لبعض المراكز، والدليل اليوم احنا لا نملك غير لاعبين وسط. طيب. فقط وواحد من عندهم اليوم احنا ما اشركناه، وبالتالي اليوم المنتخب الارجنتيني سيطر على المباراة بشكل كبير خصوصا بمنطقة الوسط. طيب. عمل اكثر من 600 كرة علينا، 600 باص رقم أركان كبير في كرة القدم. انا راح ارجع للتفاصيل الفنية. نعم. اللي حصلت بال يعني باحداث الشوطين، لكن اروح الى ميثم عادل. اسالك ميثم، يعني احنا تحدثنا عن الفوارق البدنيه، والان الكابتن اركان الكباتن الكابتن خلف كريم استاذنا محمد خلف تحدث عن الفوارق الفنيه ايضا العاليه. هذا مو واقع حال،
يعني منين نجيب احنا لاعبين اليوم حتى نعوض هذه الجودة اللي أريد أقول عليها جودة ضعيفة، يمكن أن نستطيع أن نقارن بها منافسين أقوياء مثل منتخب الأرجنتين، مثل منتخب المغرب اللي يعجب الكثير من المحترفين اللي يلعبون خيرة أندية العالم. هذا الموجود، هذا يعني يوم احنا حتى على مستوى المنتخب الوطني ما عندنا لاعبين وسط أو لاعب وسط صانع ألعاب، ما عندنا لاعب ارتكاز على مستوى عالي، ما عندنا قلوب دفاع. اتحدث عن المنتخب الوطني مو على الأولمبي. نعم تفضل استاذ حسن. هو الكلام اللي سمعناه واللي دائما يعني نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي هو يعني افراز لواقع الكره العراقيه، يعني كل من يقول رايه، بس انا من وجهه نظري ما افرزته مباريات المجموعه، خساره المنتخب المغربي مع الاوكراني اتضح لي ان فريقنا مو سهل، يعني مو فريق سهل، مو لقمه سائغه لفريقنا، فريقنا كان يقدر يحقق نتيجه ايجابيه حتى بهاي المباراه لو اعتنوا في الموضوع البدني، الجانب البدني كان سيء بالنسبه لمنتخبنا، وانا من وجهه نظري اثر تاثير بالغ على تنظيمنا وعلى توازننا، وهي مسألة جدا مهمة في كرة القدم. الفريق اليوم احنا شفنا تضارب في الأدوار، شفنا فوضى تكتيكية داخل أرض الملعب بسبب الموضوع البدني تحديدا، وأنا كنت أركز على هذا الموضوع. اللاعب العراقي ما يقدر يلعب مباراتين في فترة بسيطة أو وجيزة، لأنه لا الدوري يساعدك، وأنا كنت أتكلم حتى في الدوري انت اللعب الفعلي في الدوري العراقي صحيح المفروض اللاعب العراقي يستفاد من الدوري العراقي، الدوري مضغوط لكنه ما استفاد اي شيء من هذا الدوري، بدليل ان اللعب الفعلي في الدوري العراقي ما يتجاوز ال 30 دقيقه، وبهذا اثر على موضوع جدا مهم هو كيفيه التعامل مع مباريات مثل هذا النوع في المحافل الكبيره. فاذا كان بالامكان افضل من مما كان. الفريق العراقي فاز على الفريق الاوكراني، والفريق الاوكراني اليوم شفناه مع الفريق المغربي، فريق شرس ستايل اوروبي، فريق رهيب، فريق يقدر يتحكم بالايقاع والرتم، واحرج الفريق المغربي وفاز عليه بنقص 10 لاعبين. اذا كان منتخبنا، انا من وجهه نظري ما افرزت النتائج، كان منتخبنا يستطيع ان يتعامل مع هذه المباراه بشكل جيد لولا الاخطاء الفرديه والجماعيه اللي طيب. يمكن ارتكبوها لاعبينا، وايضا بعض ايضا احنا لابد انه نتكلم الصراحه، لازم نكون واقعيين امام جمهورنا، ايضا هناك اداره ما اقول غير جيده ولكن غير موفقه نوعا ما من الجهاز الفني في مواضيع التبديلات، في مواضيع قراءه المباراه. احنا اشدنا بالكابتن راضي شنيشل في المباراه الاولى وكيف ادار المباراه بشكل كبير، وانا تحديدا قلت ارفع القبه على هذا المدرب العبقري اللي سير المباراه بشكل جيد. لكن اليوم بصراحة الكابتن راضي مع احترام وتقدير إليه يعني ما سير المباراة بالشكل المطلوب، خاصة في الشوط الثاني وفي التغييرات اللي أجراها كابتن. يعني هذا رأيي ميثم إذا سمحت لي، من الممكن يعني هذا أمر منطقي، يعني لا يوجد حال يسير على ذات المنوال. يعني اليوم إذا ننظر إلى المنتخب المغربي مواجهته للأرجنتين، صحيح. قدم مباراة عالية المستوى، قراءة المدرب الوطني المغربي كانت قراءة عالية، لكن في مباراة اليوم المنتخب الأوكراني لعب منقوصا لمدة 45 دقيقة وتمكن من هزيمة منتخب المغرب المدجج باللاعبين المحترفين، صحيح. على أعلى مستوى. وهذا كرة القدم هي، صحيح. هذه خيارات واجتهادات. معاك أخطأ يعني طارق السويتي، أخطأ كابتن. تتغير القناعات. نعم صحيح طارق. طيب صحيح طارق. طيب. خليني طارق. نعم صحيح كابتن طارق أيضا ارتكب أخطاء. أرجع لك كابتن ميثم. المغرب ارتكب أخطاء كبيرة. أرجع. فهي مسألة طبيعية لكن بالإجمال كابتن. أرجع لك كابتن خلاف، هناك من سمعت أيضا آراء بعض المتابعين المختصين بأن منتخبنا اليوم قدم مباراة أفضل مما قدم أمام منتخب أوكرانيا رغم الخسارة، لأنه جار المنتخب الأرجنتيني في بعض أوقات المباراة. إحنا حتى الربع ساعة الأولى كان يمكن أن نذهب في وقت الشوط الأول إلى أبعد مدى دون أن يدخل مرمانا هدف، بالرغم من أن الهدف جانا في الدقيقة 14. كان منتخبنا يلعب بشكل متوازن حتى في الشوط الثاني بعد أن تعادلنا بدينا المباراة بشكل جيد. كابتن حسن خلينا نتفق على نقطة مهمة. نعم. المباراة بدت وتسجيل هدف مبكر على الفريق العراقي أعطى أريحية، نعم. للفريق الأرجنتيني أنه يهدأ. نعم. خلاص سجلنا هدف. نعم. احنا محتاجين ان نفوز فقط على الفريق العراقي. وراء هذا الهدف سجلنا في وقت جدا جدا مناسب. مثالي. نعم. مثالي. نعم. انت تريد تطلع من هذا الشوط مو خسران. من يجي هذا الهدف، انا على طول اقول
مو المهم الهدف، بس المهم وقت تسجيل الهدف. كأنها هي إرهاصة أنه المباراة ممكن تروح ما تروح لك، حتى لو للتعادل إحنا قابلين به. نعم. ولهذا إحنا قدمنا مثل ما تفضل الكابتن أركان، يعني نهاية الشوط الأول بدينا نلعب كرة قدم. نعم. على الأرض ونوصل كرة ونبني هجمة، ووصلنا للمرمى إلى أن إجى الهدف، واحد من أجمل الأهداف مثل ما تفضل أبو طيبة، يعني كرة مرفوعة وسبق سبق بالمناسبة ترى اليوم إشادة كبيرة من الصحف الأرجنتينية بالكابتن أيمن. نعم. أيمن حسين. نعم. سجل واحد من أجمل الأهداف براسه، استقبل هدف. ولهذا أنا أقول راح أرجع للميثم. نعم. أكو نقطة مهمة جدا فاتت على الجميع، وأنا يمكن حذرت من عدها، أنه إحنا لاعبيننا ذول اللي عندنا بالدوري في نهاية موسم كنا نلعب درجات حرارة فوق 50. نعم. ونلعب الدقيقة بالساعة 4 وأحيانا الساعة 5. قلت هذا ما راح يسعفنا، لاعبين رايحين للبطولة أجسام محترقة منتهية. ولهذا يمكن الأخ إسماعيل سليم مدرب اللياقة البدنية. نعم. يمكن صار الاستشفاء فقط بالمباراة الأولى، وضعنا. نعم. بالمباراة الأولى. اليوم لا، احنا منهكين. نعم. متعبين. اللي اليوم اللي ساعد، يمكن اكو نقطة خلي يمكن ارد على ميثم. نعم. ميثم اليوم قال لك التغييرات، مرات التغييرات المدرب مجبر عليها. نعم. يعني مثلا مصطفى عدى انذار، نهاد عدى انذار، زيد عدى انذار. نعم. توقع انه في كل لحظة الحكم كان كلش قاسي معانا اليوم، معاك يعني في كل يعني من يجي من يجي للاعب العراقي كأنه من يريد يعني خشمه عالي كذا، إن القرار انا راح اتخذ القرار ضدك، في حين تغاضى عن كثير من الحالات. نعم. مع اللاعبين. احنا هم نريد نبرر نقول انا اقول متبرر. انت يعني اثنيت على موضوع يتعلق بخوض المباريات في درجه حراره عاليه، سميته انه اللاعب سيذهب منهك. اكيد اكيد تقريبا. أكيد. يعني كل العوامل البدنية ليست في صالح اللاعب. زميلنا محمد خلف البعض كان يتحين الفرصة أنه المنتخب يخسر حتى يحد السيف وينصب المشانق، ولا كأنه احنا نتحدث عن منظومة ومقارنتها بمستويات عالية. تحدثون الآن عن الدوري وطولة فترة الدوري والوضع البدني للاعبين، بالمقابل احتراف لاعبين منتخب الأرجنتين على أعلى مستوى. اليوم أحد الشخصيات الرياضية قال هذا المنتخب تخلي وياه ميسي يروح يأخذ كأس العالم، لأنه منتخب واعد، منتخب يعد بشكل جيد للبطولات والأحداث والمسابقات الكبرى. أنت أشرت أستاذ حسن إلى نقطة مهمة جدا، أنا أعتبرها يعني الآن هي النقطة المحورية المهمة الآن في كرة القدم العراقية. لأن أنت علاوة على تكلموا الإخوان كلهم فنيين على مسألة الجهد البدني واستنزاف اللاعب واستمراره بالمباريات دون توقف ودون استشفاء أو راحة إيجابية، هذه كلها خليها جانب، لكن الجانب الآخر الجانب النفسي والمعنوي. نعم. هذا بالأهم. إحنا الآن عندنا قضية الآن يعني شئنا أم أبينا. نعم. إن المؤسسة أو المسؤول أو الكذا الحاكم والفيصل الآن عند السوشيال ميديا، هذا لا يمكن أن ينكر. نعم. السوشيال ميديا الآن قاعد تحول الأمر كله إلى أمور مصلحية، أمور شخصية، أمور استفزازية. يعني الآن أنا أعطيك مباراتنا اللي فزنا فيها على أوكرانيا. نعم. كثير من المنشورات وكأنه يعني الفريق خسران. نعم. بمهاجمة وغيره، أنه وشن اللي سويته وليش تفرحون، حتى المباركة بدأ يهاجمونها. نعم. بينما اليوم أنا لفت نظري وكأنه اليوم فرصة للتشفي. أنا وصلتني يمكن أكثر من 45 رسالة، ما تتكلم اليوم ما تحكي، ما هو نفس منتخب بلادك. أنا لا يمكن الآن أن أربط مصير الكرة العراقية أنه لعب أستاذ خلاف هذا المنتخب اللي يمثلني، ما لعبنا الكابتن حسن عيال هذا المنتخب لا يمثلني. أولا إحنا الآن نطلع آرائنا، نختلف بفلان أو بفلان، الرأي الأول والأخير للمدرب. نعم. المدرب هو صاحب الخيار الأول ولابد أن ندعمه ما دام هذا المنتخب يمثل بلد.
نقطة أخرى ذكرها الكابتن ميثم وتحياتي إليه قبل قليل، أنه مسألة الأخطاء. نعم. في كرة القدم، في كرة القدم، وأنت رجل فاهم في كرة القدم وفني وهذه، مدرب كرة القدم عنده اجتهادات ورؤيته أثناء المباراة. كرة القدم مبنية أحياناً تصيب وفريق يتفاعل معها وينجح، ومرات نفس هذه الأفكار ما تنجح. نعم. اليوم اليوم الفريق أنا قال المباراة الأولى اللي ربما حصل على استشفاء، اليوم الشوط الثاني إحنا بدنياً لاحظنا هبوط. ثانياً هذا الهبوط. نعم. ثانياً قلت لك أنت من أول خمس دقائق لما الحكم يشهر كارتين لقلب الدفاع والدفاع يمين. نعم. هذا يدعو للتخوف. نعم. مسألة تبديله هو كان اضطراري. طيب. للكابتن راضي. نعم. نعم. أنا أتمنى يعني النقطة اللي ذكرتها يا أخوان، هذا منتخب بلدنا، إحنا تأهلنا للأولمبياد هو إنجاز. اللي يتحقق بالتأهل للدور الثاني ومواصلة مشواره ممتاز، وممتاز جدا، وهذا فخر للكرة العراقية. إن شاء الله يتحقق. نخسر، خلينا نكون واقعيين. نعم. أنا خسران مع الأرجنتين. يعني مثلا واحدة من، المنتخب الأرجنتين. من الأشياء اللي طلعت عليها بالصدفة أنه أحدهم يكتب بأنه الفوز على أوكرانيا كان بفضل وجود المساعد السيد كاساس مع راضي شنيشل، اللي الخطة واللاعبين وهذا كلها للمدرب المساعد، في حين اليوم الخسارة أمام الأرجنتين يحملها للكابتن راضي شنيشل. طيب أركان، أسأل عن خسارة اليوم المنتخب المغربي أمام أوكرانيا. المنتخب المغربي ظهر بمظهر بارع أمام منتخب الأرجنتين، جرد الأرجنتين من كل أسلحته وقدم مباراة كبيرة، لكن بخلاف تلك المباراة اليوم أمام أوكرانيا لعب المنتخب الأوكراني منقوص بعدد لاعبي بعد حالة الطرد، وتمكن الفوز على المنتخب المغربي المدجج باللاعبين المحترفين على أعلى مستوى. نعم، تسمح لي شوية بس أرد على ما تفضل بي أبو طيبة. تفضل. يعني ما حدث بالسوشيال ميديا هذا موضوع صار يعني كان احنا صار طبيعي بالنسبه لنا، مو بس ويا كابتن راضي، ويا الكل دائما اكو هاي التناقضات، لكن هل احنا قبل مباراه الارجنتين كان اكو دعم لو ما كان اكو دعم؟ هاي وحده. عوف كل السوشيال ميديا اللي هي المفروض اللاعب والمدرب يقدر ينعزل عنها بكل سهوله، اليوم دب تليفونك دب كذا، ما نمتلك اليوم من دعم في مدينة ليون كافي لو غير كافي؟ أنت أي واحد ممكن يجاوب. إحنا نشوف جمهورنا شلون متواجد من كل العالم. نعم. وبالتالي أنا أشوف مسألة الدعم النفسي، وجود رئيس الجمهورية، وجود رئيس اللجنة الأولمبية، وجود الاتحاد، وجود فنانين معروفين، كل العالم اليوم خلف منتخبنا. وأنا ما أعرف أي مواقع يعني يتابعون الإخوان، يعني أنا اليوم أباوع على شخصيات معينة تكتب أباوع عليها، فما أباوع على مواقع وهمية ومواقع ما أعرف شو. هذول أعتقد حتى الكابتن راضي وكذا شبع من عندهم وبعد المفروض ما يفكر فيهم، هذا من جانب. بالنسبة للمنتخب المغربي أنا أعتقد قدم اليوم أيضا مباراة كبيرة، بالرغم أنه المنتخب الأوكراني حصل على هذه اللدغة اللي صارت بالدقائق الأخيرة، لكن لو شاهدتم المباراة، ما أعرف من شاهدها، أنا شاهدت معظم شاهد. يعني أوقات المباراة المنتخب المغربي ترى ضيع أكثر من فرصة سهلة، كان ممكن ضربة جزاء ثانية يستحصل عليها بعد الجزاء الأولى، وبالتالي يمكن في جزئيات يعني معينة بالمباراة استطاع المنتخب الأوكراني الشبابي هذه اللياقة البدنية اللي عندهم اللي واضحة كانت اليوم، رغم أنه المنتخب المغربي منتخب قوي، منتخب أفريقي يمتازون بالبنية الجسمانية باللياقة البدنية، لكن اليوم استمروا بالرغم من تواجد 10 لاعبين، يمكن كابتن خلف يمكن ينتبه على الأمور، دائما بهجمات المنتخب الأوكراني المرتدة هناك 3 لاعبين متواجدين في منطقة الجزاء، وهذا الشيء يحسب لهم تنظيم على مستوى عالي. هذا يعني أنه إحنا قدرنا أن نتغلب بالشوط الثاني في مباراة أوكرانيا على منتخب على مستوى عالي. هذا لا يعني ننسى ما حدث بالشوط الأول مع المنتخب الأوكراني. أعتقد المنتخب العراقي، أنا أتفق مع جزئية حدثت بها أستاذ حسن، أنا شفت اليوم في مباراة الأرجنتين لعبنا بكثير أوقات أفضل حتى من مباراة منتخب أوكرانيا على مستوى التنظيم في بعض الجزئيات، لكن إصرارنا على اللعب والتقوقع في منطقتنا أنا كنت أشوفه زيادة عن حجمه. وأيضا مثل ما تفضلوا الإخوان، اجتهادات الكابتن اليوم والكادر الفني أعتقد لم نكن موفق بها في عملية توظيف بعض اللاعبين، كنا نمني النفس أن نخرج. أنا ما كنت متفائل بمباراة حقيقة،
أعرف قيمة المنتخب الأرجنتيني، لكن كنت أتمنى أن نطلع بتعادل أو بنتيجة 1-0 2-1. هذا الهدف الثالث دخلنا في يعني في حسابات معقدة جدا. اليوم أنت التعادل ما يخدمك، يخدم المنتخب المغربي، خدم المنتخبات الأخرى. اليوم أركان في أركان متدين الترتيب في نسبة الأهداف أركان. والبطولة هذه أستاذ حسن للعلم تحسن بفارق الأهداف وليس بالمواجهة. طيب أنا إحنا نتحدث أحيانا نقول رب ضارة نافعة، معظم المنتخبات اللي تذهب بخيارين الفوز والتعادل نعم أتفق معك تخسر المواجهة. نعم عسى ولعل أن نذهب بخيار الفوز تحديداً فقط. إحنا تحديدا نعم. بس نطينا شغلتين من دبرها شنية بس نطينا تعادل فوز تعادل صعد ما تفيدنا نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ميثم يعني هنا أسأل عن اليوم بعض الأخطاء اللي حقيقة كانت واضحة للعيان، يعني خصوصا في مسألة الكرات الساقطة الثانية اللي داخل منطقة الجزاء السكند بول، دائما نشوف الكرة الثانية إذا يقطعها المدافع العراقي تذهب إلى المنافس الأرجنتيني، وإذا يستقبلها اللاعب الأرجنتيني ويسلمها مناولة أيضا تروح للاعب الأرجنتيني يسدد وصار الهدف الثالث وحتى الهدف الأول. هنا المشكلة خططية تكتيكية تتعلق صحيح. بالمنظومة الدفاعية أم هي أخطاء فردية صارت؟ أستاذ حسن أنا بديت حديثي بمسألة التنظيم والتوازن، أنا هذا مو كلام إنشائي أقوله ولا كلام افتراضي ولا مصطلح لغوي أذكره دائما في الاستوديوهات، هذا مصطلح رياضي كروي مهم جدا في كرة القدم. أنت مهام وواجبات المركز إذا ما تعرفها كلاعب وضرورة تحقيق التوازن في هذا الموضوع بما يتناسب مع قدراتك المهارية وإمكانياتك في مسألة فهم النظام اللي تلعب بيه. اليوم فريقنا بسبب الجهد البدني، مو أنا تكلمت لك على مسألة غاية في الأهمية، هو الموضوع البدني. إحنا فريقنا كان منهار بدنيا. شوف إحنا أول 10 دقائق طبعا أنا والشيخ النحية أبو طيبة الغالي وأبو يوسف والكابتن أركان أبو طيبة الحبيب الغالي، أنا من تكلمت على موضوع التغييرات حتى بس بعجالة مثلا أعطيك مثال، مو كل لاعب، وأنت لاعب، أنت لاعب هم كنت لاعب مميز زين، مو كل لاعب ياخذ انذار احنا نقوم يعني نروح الى مساله تبديله، مو هي هاي المساله المهمه في هذا المجال. ولا كل لاعب مثلا احنا كاحساس كمدرب انه راح ينطرد راح نطلعه من الملعب، اكو شغله اسمها الحاله الذهنيه تجيبها للخط وتتكلم معاه، وهذا واجب الجهاز الفني كله مو بس المدرب. ثم المساله الكبرى اللي انا تكلمت عنها الاصرار على علي جاسم، أنا طالبت في وجود علي جاسم للدقيقة 60 نعم. المفروض علي جاسم ما قام بأدواره وتعب وانهار بدنيا، لأنه حتى ما كان يلعب بمركزه، هو أعطوه واجبات هجومية وسبب من أسباب شوف عدم تنظيمنا في الخط في المسألة الدفاعية هو عدم القدرة على إداء واجبات الدفاع علي جاسم بالشكل المطلوب مع لاعبي خط الوسط، وبالتالي صار اللعب كله طويل. ومثل ما ذكر الكابتن حسن عيال ذكر انه السكند بول يعني الكره الثانيه كانت دائما وين تروح للفريق الارجنتيني بسبب الموضوع الذهني والبدني، اللي بحيث احنا قمنا شو نسوي اول ما نمسك كره وين نلعبها، نلعبها طويل الى الامام. احنا لعبنا ترى بس اول عشر دقائق شوف حتى معلق المباراه، انا طبعا اهتم بالتفاصيل استاذ حسن، اهتم بالتفاصيل بشكل كبير نعم. معلق المباراه نفسه من شاف المباراه اول 10 دقائق قال المنتخب العراقي اليوم راح يفوز، واني طبعا كنت متوجس من هذا الضغط المتقدم اللي بدأ به الفريق العراقي وهذا الضغط العالي في وسط الملعب، وقلت لك راح نوقع في موضوع شائك ومعقد من الناحية البدنية. فالتعامل مع المباراة أنا أتكلم بشكل عام لم يكن موفق، والسبب الرئيسي مو فقط من الجهاز الفني، السبب الرئيسي من اللاعبين الموجودين على أرض الملعب اللي لا مهاراتهم سعفتهم ولا قدراتهم البدنية سعفتهم حتى يؤدون الأدوار المناطة بهم. وهذا اللي احنا نتكلم عنه. احنا اليوم شوف اكو كلمة أخيرة بدي أقولها بالنسبة إلى مسألة التواصل الاجتماعي، أنا ذولا ما أسوي لهم سالفة ولا أعبرهم ولا يهموني، وبدليل أستاذ حسن في فيديو من الفيديوهات اللي نزلتها قناتكم الموقرة وصل مليون مشاهدة بحوالي 30 إلى 40 ألف ما بين لايك وتعليق، والله ما قريت ولا تعليق بيهن والله زين لا. أقسم طيب. لك بالله طيب. لأن ما يهموني هذول طيب. ما يهموني هذول التسقيطيين هذول هاي العملية ما تهمني، يهمني منتخب بلدي بس حتى نوصل بعض المفاهيم. احنا طبعا يعني
رغبة الجمهور والاستماع إلى آرائهم وإلى الانتقادات اللي توجه أنه أمر مقبول، لكنها يجب أن تبقى في حدود الأدب واللياقة. يعني الخروج عن حدود الأدب واللياقة هذا اللي ما مقبول، لكن اللي يعلق، اللي ينتقد، اللي يقوم، بالعكس هذا تخليه على رأسك. لأنه الإمام علي سلام الله عليه يقول: رحم الله امرئ أهدى لي عيوبي، فأن يهدي لك عيوبك يقول لك أنت أخطأت بفلان نقطة، بفلان مورد، بفلان موضع، هذا تأخذ له تحية تقول له أشكرك لأنه يريد يقومك. لكن إحنا ضد النقد التسقيطي أو ضد النقد الموجه ل يعني تجريح الإنسان أو يعني التجاوز على آدمية البشر، هذا اللي من قبله. أما باقي الأمور لا، مقبولة ومباحة. أرجع صحيح. لموضوع التغييرات اللي جاء لها الكابتن راضي شنيشل، البعض أشاد كثير بوجود نهاد كلاعب قوي، يعني نحتاج إلى اللاعب البدني اللي يواجه اللاعب الأرجنتيني ذو المواصفات البدنية العالية، والبعض يقول لك هذا كان وبال وعالة على الفريق. لكن ما أن أخرج نهاد وأخرجنا مصطفى صار الوضع تقريبا تخلخل. أي بمعنى أنه الكابتن راضي كأنه هكذا يخيل لنا بأنه استجاب لرغبات الكثير من الجماهير، وطبعا هذا أمر غير معقول وغير مقبول. مستحيل. هو نعم. وين هو هو محتار بالفريق ودكة الاحتياط. نعم. وقاعد على الخط. أي جمهور شنو تفسيرك أنت؟ خليني أسولف لك على نهاد. نعم. نهاد عندنا بالطلبة أنا ثلاثة أشهر وياهم. نعم. مرة مسكت كابتن نهاد قلت له: نهاد شنو اللي الله ما مطيك إياه؟ نعم. لياقة بدنية، قوة جسمانية، سرعة. قلت له: الله اعطاك كل شيء بس شغلة واحدة أنت ما تعرف تسويها، أنت ما تعرف وين تروح وين تجي. نعم. من تنفقد الكرة هذا شغل المدرب. هذا شغل المدرب. شغل المدرب. اليوم أنا بتصوري. نعم. في هذه المباراة اللي لعب بها وين أخطأ هو راضي؟ هو بس حدد لي. زين هو مو لعب بديل بشوط ثاني. أخطأ بالتغييرات. أنا ما كنت أخطأ. أنا بتصوري ما كنت أتمنى إنه يستبدل. لأنه جهة النهاد. أي جهة اليمين اللي بها الظهير الشمال للفريق الفريق الأرجنتيني تعبونه. نعم. تيد الصدق. نعم. فبالحالة الدفاعية نهاد كان كلش قوي لمساعدة مصطفى. نعم. فكأنهم أمنين هذا الجانب. مجرد خروجه هو الهدف الثاني شلون اجى؟ نعم اجى من بجت من هذا من الدفاع اللي نعم. ولهذا اكو مسألة مهمة جدا حتى ما تفوت علينا. احنا شو وقت نلعب كرة قدم؟ إذا قدرنا نلعب نبني كرة من الدفاع للوسط. نعم. بالأمس كان عندك على تحياتنا الكابتن علي النعيم. نعم. قال لك احنا ورا في خط الوسط ورا اللاعبين الوسط ما نقدر نستلم كره. نعم. ولهذا عندنا ضعف في بناء الهجمه من وسط الملعب، لاعبي الوسط الملعب اللي عندنا مو مهارين. هسه من جمله الامور اللي الميديا اللي تتكلم عليها. نعم. التواصل الاجتماعي. نعم. يقول لك احنا ارتكبنا اخطاء بيش، عندنا اثنين اعمارهم فوق 23 سنه، اخذنا سعد ناطق. نعم. ما استفادينا منه. نعم. اخذنا بايش فائدته قليله. هل كان بالامكان ناخذ افضل من دول اللاعبين؟ هو هذا السؤال. هذه فرضيه. يلا فرضيه. هذه فرضيه. ابو طيبه شنو رايك باليوم التغييرات اللي اجراها الكابتن راضي شنيشل، وفعلا هذه اللي اثرت على نتيجه المباراه؟ لا انا سبق وان ذكرت لك، قلت لك هو المدرب دائما مرات يعني ينظر الى المباراه. نعم. وين الاخطاء، وين مناطق القوه، وين مناطق الضعف حتى يستطيع ان يعالجها. نعم. اليوم احنا هسه دائما كل الاخوان الفنيين يذكرون انه مسألة نقل الكرة، نقل الكرة يعني بسلاسة من خلال محاور. نعم. لاعبين الوسط احنا. نعم. نفتقدها. نعم. اليوم الامر توضح بشكل واضح جدا اكبر. اليوم هسه شوف هم المحاور اليوم كرار وبايش. المحاور الاثنين. نعم. وامامهم علي جاس. نعم. ونهاد على اليمين هسه يقول لك اخفاق. ويوسف احنا مشكلتنا شوف من الربع ساعة او العشرين دقيقة الاولى الفريق الارجنتيني مسوي ضغط متقدم على الخصم. نعم. لهذا انه مسألة استلام الكرة من خطوط الدفاعية صعبة. صعب. صعب عليها. نعم. هؤلاء اللاعبين حتى الكرات اللي كان يفتكونها من الخصم لكن يعانون بمسألة تسليمها الشكل الصحيح. نعم. اخفقوا كثير. إن كان بايش وإن كان كرار رغم كانوا أكثر اثنين هم يلعبون بقوة وارتكاك. نعم. الكرة. نعم. هذا الأمر اللي واضح.
احنا نجي الان للتبديلات. نقول التبديلات اي انا ذكر انا مو قلت يعني انه كل واحد ياخذ كارت لازم نخرجه بدليل زيد بقى يلعب. نعم. لكن مصطفى انت شوفه دائما من اللاعبين اللي يحب دائما المواجهه والشراسه بافتكاك الكره، ولهذا الشوط الثاني انت تشوف الفريق الارجنتيني اكثر ميلان للعب على جهه اليسار وصعود الدفاع يسار والربط وياه. نعم. فشكلوا ضغط كبير على وجهه نظر الكابتن راضي. حسين علي هو لاعب اساسي بالمنتخب الوطني. نعم. وهو ظهير ايمن. نعم. لربما تجديد قوه هذه المنطقه بهذا امر مهم جدا. نعم. وحتى نهاد اجهد بدنيا هذا هو افكاره. نعم. لربما بالمباراه السابقه يعني اشراك نهاد واشراك علي جاسم وكذا انطى مفعوله وفاز. نعم. الفريق اليوم ما صار هذا التوفيق. اذا المدرب لا يمكن ان نطلق انه اليوم خسر هو سيء. هو واضح انه اليوم نوايا الكابتن راضي شنيشل كانت واضحه باشراك نهاد ووجود علي جاسم على طرفي الملعب باعتبار يستثمرون سرعتهم في الهجمات. خلينا نكون واضحين. واضح يعني اليوم بدايه الشوط الثاني قلت لك هاي الكرتات عدت منهم دافع الفريق الارجنتيني انه لابد يسجل هدف. طيب. المباراه لو باقي 2-1 كانت تختلف جذريه. صحيح. لكن الهدف الثالث اللي صار تعب عضد الفريق وكانه سلموا بالمباراه. انا اخالفك الراي، انا اقول الهدف الثاني اللي صار علينا هو اللي هو يعني الثاني مو الثالث. لا لا. يعني اصابنا في الثالث. الثالث قتل طموحاتنا. اي الثاني كان يمكن لو ما اجى في هذا التكامل نمضي المباراه ممكن باستمرارك. نعم. من كرة ثابتة من بنرتي من كذا ترجع المباراة، لكن من صارت ثلاثة مع الأرجنتين صعب. نعم. العودة. أركان عندما كان يتحدث الكابتن راضي شنيشل عن قيمة اللاعب منتظر محمد وأهميته ووجوده كقائد، الكثيرين كانوا ينتقدونه ويعني يحاولون أن يسفهون هذه الفكرة بأنه منتظر مو بهذه الجودة اللي يتحدث عنها الكابتن راضي، لكن اليوم بصراحة غياب منتظر أثر كثير على خط وسط منتخبنا الأولمبي. وأنت ذكرت نقطة بأنه راضي أخطأ في مسألة توظيف بعض اللاعبين، ممكن تذكر لي أخطأ في أي لاعب في تحديد مهامه وواجباته أو توظيفه بالشكل الخطأ؟ يعني هي تحديدا يعني في منطقه الوسط، احنا كنا عانينا اليوم من منطقه الوسط، عانينا من خروج الكره بشكل صحيح، عانينا من تغذيه علي جاسم ويوسف الامين ونهاد او اي شخص لعب هذا الاتجاه، عانينا من ارسالهم للكرات. نعم. كنوش هو الوحيد اللي يستلم كره بهذه المنطقه، سواء كانت في 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 كاس اسيا تحت 23 سنه تكون، هو ماسك هذا الدور. لذلك اليوم لعبنا وتفكيرنا بالتركيز على الجانب البدني والدفاعي أكثر، أفقدنا هذه السمة، أفقدنا عملية بناء اللعب، أفقدنا عملية التواصل ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. والله أستاذ حسن أنا مسجل دقائق كثيرة، يعني لو تعرف بعض الدقائق إذا أشوفها من جديد المباراة وتذكرني بعد راح أشوف الجاب المسافة الكبيرة ما بين كرار وبايش وما بين من يستلم مصطفى ومركنزي وزيد تحسين. ماكو اي 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 خلق للفراغات حتى تطلع الكره بشكل تيل، وبالتالي خطيه مصطفى مجبر يلعب طويل. الوحيد اللي لعب شويه بناء لعب هو مكانتي، لان الولد يمكن امكانيته المهاريه دائما يطلع الكره بشكل صحيح، وبنفس الوقت يوسف عنده الامكانيه انه ينزل يستلم، يحب ينزل يستلم، وبالتالي عمليه بناء اللعب كانت مفقوده بسبب عدم توظيفنا لمنطقة خط الوسط اللي ما كانت تستلم تحت الضغط. بس خليني طبعا هو أمر خليني يعني شوية هنا أتوقف معك. هو بسبب عدم توظيفهم، بسبب عدم ارتقاء اللاعبين لأدائهم ومستواهم، لأن أنا شاهدت أكثر من لاعب اليوم كأنه يعني عنده شرود ذهني، ما قادر يستوعب أن المنافس بهذه القوة وبهذه هو هذا الاستعداد البدني والفني. نعم. هو المنافس اعلى من عنده، لان هو ما يقدر يجاري لا بالقوه. نعم. ولا بالمهاره ولا بالاستلام ولا بالانتشار، واكد لي على الانتشار بألف خط تحتها، لان الانتشار هو اللي يخلق للاعب الاتجاهات اللي يقدر يسلم بها الكره. احنا لاعبنا لما يستلم الكره ما يشاهد طلب كره، اخي ممكن يشاهد لاعب واحد من اصل 10 او 9 لاعبين امامه، وهذا الشيء في كرة القدم يتعب اللاعبين خصوصا المدافعين، لذلك تولد علينا هذا الضغط اللي ما خلانا نخرج الكرة بشكل صحيح. نعم. زين ميثم خليني ارجع للسؤال اللي ابتدأت به الحلقة.
يعني كأنه الفوز على هذه المنتخبات إذا ما استمر، لأن نتذكر أنه السعودية عندما فازت على الأرجنتين في مستهل مشوارها في بطولة كأس العالم، السعودية خرجت من الدور الأول والأرجنتين ذهبت إلى حصد اللقب مع ميسي. أقول بأنه علوم كرة القدم والحديث دائما عن التخطيط وعن البناء وعن التأسيس، هذا كله ينضرب، يعني كله يصبح هراء إذا ما تمكنت المنتخبات الضعيفة ببنيتها التحتية، بإمكاناتها الفردية، بإمكانياتها الفنية على مستوى اللعب، أن تهزم مثل هذه المنتخبات. وهذا منطق كرة القدم، يعني يجب أن نسلم بأن هناك زعامة لكرة القدم وبأن هناك أقوياء لا يمكن مقارعته. صحيح أستاذ حسن، هو كل شيء ينضرب في عرض الحائط إلا الشيء اللي يحدث على الواقع على أرض الملعب، هو هذا اللي إحنا نشوفه ونقدر نحس به إحساس واقعي وحقيقي مو كلام افتراضي. لكن في الجانب الآخر أنت في هذه البطولات، نيجيريا مرة أخذت البطولة، الكاميرون أخذت البطولة، عندك حتى لو نرجع إلى نوغل في الزمن قليلا نشوف كثير من المنتخبات المو قوية هي حصلت على بطولة الأولمبياد. يعني الفريق البرازيلي فقط بالسنتين الأخيرتين النسختين الأخيرتين حصل على البطولة الذهبية، ب 2016 أعتقد و 2020 في كل تاريخه ما حصل على بطولة أولمبية. فإذا الأولمبياد وبطولات الشباب والناشئين حالة استثنائية، منتخب نيجيريا فايز بأربع مرات في بطولات الشباب مثلا. هسه يقولون تزوير، يقولون مو تزوير، هذا مو حديثنا، وما عندهم بنية تحتية ولا عندهم ملاعب. نعم. في هذه البطولات مختلف عن كأس العالم أستاذ حسن، مختلف عن بطولة لا كأس بس الأولمبياد اختلف ميثم أصلا ميثم. هي هاي بطولات ميثم. الأولمبياد اختلف مدام صار تحت سن 23 23 معناها لاعب ناضج، معناها لاعب يتمتع بكامل الخبرة والأهلية لأن يصبح لاعب على المستوى الدولي، مو مثل قبل تختلف، او مثلا على مستوى فئات السنيه صحيح. الشباب والناشئين صحيح. نعم صحيح. لا مو انا اريد على سؤالك استاذ حسن، اريد على سؤالك. نعم. انه انت تقول المنتخبات الكبيره هي دائما تحقق هذه البطوله، احنا من نرجع للتاريخ انا اتكلم لك على تاريخ البطوله هذه. نعم. انا ما لي علاقه هسه بالامور الاخرى، انا تاريخيا انا عندي يعني ارشيف واسع في هذا الموضوع. انت ارجع من 1900 الى الان منذ بطوله كره القدم الى اليوم، شوف الفرق اللي حصلت على البطوله، من هي الفرق اللي حصلت على البطوله، شوف فرق حتى ما لها باع كبير في عالم كره القدم اليوم، حتى وجبت لك مثال. نعم. البرازيل. نعم. فازت باخر نسختين. نعم. من فتره طويله البرازيل ما فايزه بهذه بالميداليه الذهبيه. هذا جوابك معناها ذوب الفوارق في اجابتك، هذه معناها الفوارق الذوب. نعم نعم، انا اعتقد احيانا في مثل هذه البطولات نعم الفوارق الذوب، بدليل الفوز اللي حقق الفريق المغربي واليوم الفريق الاوكراني اللي توقعنا فريق سهل حقق على الفريق المغربي، واليوم احنا ايضا احنا لو بوضعنا الحقيقي وفزنا على احنا على اوكرانيا اللي هي بطله كاس العالم بال 2019. نعم. ومعظم لاعبيها هم كانوا ايضا امتداد لهؤلاء اللاعبين. اذا الكثير من الاشياء، الفريق الياباني فاز على الفريق البرغواي او الارغواي زين، خمسه الفريق الاوزبكي وقف ند للفريق الاسباني زين. الفريق المصري تعادل مع الدونميكان في هاي البطوله زين، اليوم فاز بهدف يمكن هديه من الفريق الاوزبكي فريق المصري. فاذا الفروقات فعلا عندي دقيقتين موجوده بشكل كبير، ما موجوده بشكل كبير. عندي دقيقتين خلي اوزعها. ما تزال الحظوظ كبيره يمكن لمنتخبنا. نعم. ان يذهب الى الدور الثاني. كل شيء وارد في هذه المجموعه بالرغم من صعوبه المهمه امام المغرب. انا اقول كل شيء وارد في هذه المجموعه. على افتراض انه المباراتين المتبقيتين انتهت بالتعادل، اعتقد احنا راح نخرج اوت طبعا، لان الهدف هذا اللي مثل ما انت متامل ومتفائل. نعم. صاحب الشانس الواحد الفرصه الواحده. نعم. ممكن نحقق، وذول جماعتنا عرب مثلنا. نعم. يا ريت ان شاء الله نفوز عليهم ان شاء الله نترجع. استاذ محمد نفس السؤال. اي انا اتوقع يعني توقع انه هذه المباراه قلت لك يعني انت مرات صاحب الخيار الواحد يذهب هذا الاتجاه، لكن صاحب الخيار واحد لا يمكن انت مع الفريق المغربي انه تلعب بشكل مفتوح. نعم. لان فريق عنده امكانيات كبيره. نعم. لابد ان تلعب بتوازن، لان ممكن الحسم النتيجه ياتي بالاخر دقائق. نعم. ممكن من ضربه ثابته. انا اتوقع ان شاء الله. نعم. وهذا توقع ان شاء الله راح تنقلب الموازين، حتى مباراه
أوكرانيا تذكرني مع الأرجنتين. بس احنا المشكلة الحسابات للمباراة الأخرى ما تعنينا يعني احنا إلا نفوز يلا. مو قلت لك ربما تنقلب الأمور يعني باتجاه العراق وأوكرانيا. ما تنحسب إنه إيجابيا إذا انقلبت المباراة. لا 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 لأن احنا إن شاء الله نحسم المباراة. نعم أركان حظوظ موجودة يمكن احنا حظوظنا الأصعب بسبب احنا يعني على مستوى الأهداف لكن المواجهات العربية يعني لا تعتمد على شيء دائما صحيح. الميدان يا ميدان فإن شاء الله تكون قراءة الكادر للفريق المنافس وأيضا اختيارنا للتشكيل المناسب ونتمنى لهم أن تكونوا موفقين إن شاء الله. ميثم كابتن أنا عندي ثقة كبيرة بالكابتن راضي شنيشل ثقة كبيرة جدا بهذا الرجل وبلاعبيه وأنا أتوقع أن المنتخب العراقي راح يقدم مباراة كبيرة أمام الفريق المغربي وممكن أنه تصير هي بوابة العبور للدور الثاني بإذن الله تعالى والفريق الأوكراني راح يحرج الفريق الأرجنتيني بشكل كبير إن شاء الله. هو يعني كما قلت رب ضارة نافع الخسارة اليوم راح تجعلنا نذهب إلى مباراة المغرب بخيار الفوز فقط وإن شاء الله يتحقق ذلك ويتأهل منتخبنا إلى الدور التالي من هذه البطولة بطولة أولمبياد باريس. شكرا لضيوف الأكارم شكرا خلف كريم الأستاذ الإعلام محمد خلف أيضا نجم الكرة العراقية السابق الكابتن أركان نجيب ميثم عادل شكرا لكم أحبتي سادتي المشاهدين على حسن المشاهدة والمتابعة والإصغاء نامل أن نلتقيكم يوم غد ذات التوقيت حتى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.